ما معقول يا جماعة نختم رمضان بدون ما نكون جهزنا معمول العيد. السنة بدي أعمل معمول بالفستق الحلبي ورح نستخدم فيه الطحين الأبيض والسمنة. مكونات بسيطة وما فيها كتير تعقيد، وعجينة سهلة وتشكيله كمان أسهل. بدنا نحتاج أول شي 3 كاسات ونص طحين متعدد الاستعمالات. الطحين طبعا هو اسمه الدقيق بالمصري، مشان إخواتنا المصريين أحيانا بيسألوا شو هو الطحين، هو الدقيق. وكمان بدنا 1/2 معلقة صغيرة محلب، وبدنا كمان 1 كاسة سمنة. أنا بستخدم هاي السمنة الموجودة بالمولات الألمانية، طعمتها كتير طيبة وريحتها بتجنن، ولقيتها وحسيتها كمان أحسن من السمنة اللي عم تشتريها من عند المحلات العربية للأسف. المهم بدنا نخلط السمنة مع الطحين كتير منيح، بس ما بدنا نعجنهم عجن، لا بدنا نعمل لهم عملية ترميم. وبعد عنا تقريبا 3 كوب حليب مكثف، بستخدم أنا هذا الحليب المكثف كمان موجود بالسوق. بدنا نضيف له ما زهر، فيكم كمان تستخدموا ما ورد. بدي يكون كمية الحليب المكثف مع الماء زهر تعادل 1/2 كوب. بخلط المكونات مع بعضها منيح وبعدين بضيفهم للمزيج. هلا بعجن، برجع الحليب المكثف والماء زهر والسمنة والطحين مع بعض، وبدي أشوف القوام تبعهم إذا محتاجين كمان شوية ماء زهر فوقهم، يعني حسب الطحين المتوفر عندكم في البيت. المهم إنه أحصل على العجينة بالأخير متماسكة وما تلزق ببعضها. بدنا نترك العجينة ترتاح حوالي 2 3 ساعات، وبهالفترة هاي بدنا نحضر الحشوة. بالنسبة للفستق الحلبي بدنا 1 كوب فستق حلبي. أنا طحنت 1/2 كوب ناعم و1/2 كوب خشن، وهلأ بدي أخلطهم مع بعض هيك عشان تظهر عنا حبات الفستق الحلبي واضحة. بدي أضيف له 1/2 كوب سكر بودرة ومعلقة سمنة، والأفضل تكون سمنة حيوانية وطعمتها طيبة. بدنا نضيف لهم كمان 1/2 معلقة صغيرة ما زهر، وبدنا نخلط المكونات مع بعضها لبين ما نوصل لعجين متماسك. انا لقيت العجينه لسه ما متماسكه معي، فضفت لها 1 معلقة قطر، فيكم تضيفوا 1 أو 2 معلقة لبين ما تحصلوا على القوام المطلوب. بعد ما ريحنا العجين شي 2 3 ساعات رح نبلش بتشكيل المعمول. رح نعمل اول شي دوائر صغيره او كرات مثل ما بتشوفوا بالفيديو، وبعدها بفتح الكره بمدها بايدي، وبعدها بنحط حشوه الفستق الحلبي جواتها، وكمان مسكر العجين. وبعدين بدنا نحصل على شكل هيك كروي، وفيكم تستخدموا القالب اللي انتو بتحبوا تستخدموه. انا عم بستخدم القالب الخشبي، حطيت فيه اول شي شوية طحين عشان ما تلزق عندي العجينة، وبعدها ضربته وطلعت عندي جاهزة. هلا عم بعمل وحدة تانية، مد العجينة بحط فيها الحشوة بعدين مسكرها، وبعدها برجع بحطها بالقالب وصارت عندي هيك معمولة جاهزة. فيكم تستخدموا اي قالب معمول متوفر عندكم في البيت. في ملحوظة مهمة، إذا عندكم حرارة البيت مرتفعة شوي يعني بالعشرينات، الأفضل تحطوا الصينية حوالي 10 دقايق ربع ساعة بالبراد لحتى تبرد، وبعدها نحطها بالفرن، لأني نحن حطينا سمنة والسمنة بتسيح بسرعة، وإذا حطيناها بالفرن وهي سايحة رح تخرب الرسمة عنا. في ملحوظة مهمة ضروري إنكم تتبعوها. بالنسبة للخبز المعمول بده شغلتين مهمتين، أول شي درجة حرارة مرتفعة، وتاني شي ما نخليه كتير بالفرن، يعني لازم درجة الحرارة تكون تقريبا 220 وينحط من بين 5 ل7 دقايق، وبدنا نحطه بالوسط يعني لا تحت ولا فوق. أنا حميت الفرن على 220، حطيته بالوسط وأخد معي تقريبا 7 دقايق، وهي معمولنا بالفستق الحلبي صار جاهز. عم زينه بالسكر الأبيض، ما شاء الله الرسمة مثل ما شفتوا ما راحت، وكمان قوامه هش كتير وعم يدوب بالتم دوبان. وشايفين من جوا كيف شكل حبات الفستق الحلبي الخشنة والناعمة ظاهرين. وصفة ولا أروع، بتمنى إنكم تجربوها. هيك ختمنا رمضان بمعمول الفستق الحلبي، أعاده علينا بالمن والبركات،
وكل عام وانتو بخير، وان شاء الله نشوفكم كل سنة وانتو سالمين، والسلام عليكم.